السلام عليكم طلبة الصف الثالث المتوسط، وتحية طيبة ورمضان كريم عليكم. اليوم عندنا التمارين اللي هي بصفحة 3 بالملزمة، اللي هي تمارين الكمباراتيف اند سوبرلاتيف، المقارنة والتفضيل لهذا الموضوع. طبعا هذه بيونت 3، يعني الملزمة مال يونت 3. طلاب اذا ما عندك الملزمة مال يونت 3 حاول تاخذها تشتريها من مكتبة كشكول، مثل ما قلنا موجود الجزء الأول والجزء الثاني وحتى الجزء الثالث. هذا على كل طلاب. نبدي احنا شلون نحول الصفات للكمباراتيف والسوبرلاتيف، مراجعة خفيفة. قلنا الكمباراتيف بإضافة ER إلى نهاية الصفة، والسوبرلاتيف بإضافة EST إلى نهاية الصفة. وقلنا الصفات اللي ذات المقطع الواحد، يعني حرف علة واحد إلها 4 نقاط، وإذا أكثر من مقطع، يعني مقطعين أو أكثر، أكثر من حرفين علة وأكثر، وهذني ياخذن عندنا مور او موست بدايه الجمله مالتها او بدايه الكلمه مالتها، ونعيد الكلمه مثل ما هي. خلينا نبدي نحل التمارين. نمبر 1 كاوز ار فراغ دان جوتس، الابقار، وعندنا جوتس هنا الماعشيه او احنا نقول الخرفان. عندنا بيج بيجست بيجر. انا طلاب ملاحظة صغيرة تعلمها واستفاد من عندها. من تلقى كلمة ذان؟ هذه هاي الكلمة، هاي من تلقاها؟ هذه الكلمة ذان. إذا هاي ER، دائما اختيارك ياخذ ER. إذا هاي الكلمة من تلقاها بالجملة؟ قول دائما اللي هي أم ER، يعني كمباراتيف عندنا. زين، إذا لقينا الذ، هاي الذ اللي هي THE، هالشكل تنكتب الذ بالجملة، وما لقينا الذان، إذا EST. إذا هاي ملاحظة على الهامش، اكتبها يمك تستفاد من عندها. الذان دائما اختيارك راح يصير أم الإي آر، يعني بيد من عندك كومباريتيف الذا وحده، يعني EST سوبرلاتيف. هاي ملاحظة على الهامش، اكتبها استفاد من عندها. إذا وين ما تشوف ذان، إذا هنا أنا لازم الاختيار بالإي آر، بما أنه حاط لي هاي الذان، إذا يا هو من ذني الاختيارات بيج لو بيجست لو بيجر. اعتقد صارت واضحه الاختيار الصحيح هو بيجر ام الاي ار، لان عندنا ذان. اراكي فود از فراغ، اراكي فود از فراغ ذان ايطاليان جود بيتر ذا بيست. اراكي بما انه عندنا ذان بالجمله، اذا راح اخذ ام الاي ار. جود ما بها اي ار، بتر نعم لان هي شاذه، هي الصفه المضبوطه وذكرناها بموضوع الصفات الشاذه بالنقطه السادسه، راجعها في الفيديو الاول مال الكومباريتيف والسوبرلاتيف، ايضا راح اخلي لك الرابط مالته جوا الفيديو هذا. النقطه نمبر 3 فاطمه از بدون فراغ، طبعا قبل هو يقول مور بيوتيفول بيوتيفول موست بيوتيفول ذان نور. من تلقى كلمة ذان يعني هذا ER أريدا، بس طبعا هنا الكلمة أكثر من مقطع أو الصفة أكثر من مقطع، يعني لازم نخلي لو مور لو موست، موست ويا EST ومور ويا ER ويا الكمباراتيف، بما أنه اكو ذان أم ER، إذا هاي مور بيوتيفول، هذا هو الحل. ليش؟ لأن أكثر من مقطع ما تاخذ ER تاخذ مور. إذا بما أنه ذان، شوف دائما نلقى ذان قاعد نحط ER، من نلقى ذا قاعد نحط EST دائما. وين ما تشوف الذان؟ بالبداية بالنهاية، المهم أنه هاي ER. ما لقيت الذان، لقيت ذا، إذا هاي EST. تعال للنقطة الرابعة نمبر 4 I am good better best at English than، أيضا هاي الذان هدى، أيضا هاي better والاختيار الصحيح. Number 5 Lions are the feral animals in the wild. Strongest, stronger, as strong as. أول شيء بيها ذان الجملة Lions are the feral animals in the wild، ما بيها، ما بيها ذان، ما بيها هاي، بيها ذا، نعم بيها ذا، بيها ذا. إذن هذه هي EST هاي ذا سترونجست اختيار. زين واحد يجوز يسال استاذ ليش ما خلينا سترونج از؟
لا تنسى طلاب بالملاحظة اللي أخذناها آخر شيء أز تبعون أز يعني الأز أز وياها الصفة تأخذ النفي يعني يكون فعل مساعد ورا نوت. شوف هذا الفعل مساعد ما بي نوت هذا إثبات. لو كانت هنا أكو عندنا نوت هنا لا أنا أخذ أز تبعون أز بما أنه ما بيها نوت وما بيها ذان وبيها ذا إذا EST هاي مو EST هذا الاختيار. نمبر 6 The sun is farthest than or farther than the moon. أم الذان تأخذ ER هاي أم ER هنا نخلي أم EST وحاض ذان طبعا هو هذا اختيار خطأ. شوفه ما يصير EST وياها ذان ما يصير ما يصير إذن هذا الاختيار أصلا هذا الكلمة هذا كله كلام مخبط هذا بس شي حاطت شي ترتيب كلمات مجرد على المود يسوي اختيار. الخيار الصحيح هو الاي ار والذان لان الذان تجي فقط ويا الاي ار هاي الذان تجي فقط ويا الاي ار هنا ما تجي ويا الاي اس تي هذا اصلا هذا كل الكلام مخبط مجرد اختيار. نمبر 7 رنا سليم خلصت الجمله عندنا هنا ندى رنا سليم ندى اسفات يوز ذان من يقول يوز ذان قلنا الذان دائما هاي الذان شوفوها هاي الذان دائما معناته اي ار من تشوفها دائما بالجملة معناته هاي لازم تخلي اي ار يعني هذا يريد من عندنا هسه هاي الجملة السابعة بما ان يقول استعمل ذان يعني ادخل عليها ذان يعني يريد خلي اي ار للجملة للصفة بهالحالة شلون ما حصير خليه تجي شوية هاي نحلها على صفحة بورقة حتى نشوف شلون لان بيها اختيارين وحلين والحلين اثنيناتهم صحيحات. هاي هي الجملة طبعا راح احلها على جانب لان بيها حلين ونشوف شلونها. النقطة السبعة بنا از سليم نقطة ندى از فات يقول يوز ذان يعني لازم ادخل عليها الاي ار على الجملة. طلاب عندنا اختيارين يا اما هاي الصفة سليم ومعناها رشيق اضيف لها اي ار بصير سليمر يا اما اخلي هاي الفات واضيف لها اي ار بصير فاتر. اثنيناتهم الجملتين بيها حرف علة واحد من النهاية وحرف صحيح واحد اثنيناتهم يعني اثنيناتهم من اضيف اياه راح يتكرر عندك الحرف الاخير. الحلين صح يا اما اخذ هذه الصفة وابدي برنا يا اما اخذ هذه الصفة وابدي بندى. خلينا نبدي بالاختيار الاول طبعا الحلين صحيحات. خلينا نبدي برنا هنا مثل ما قلنا بالبداية فاعل رنا اللي هو الفاعل بعد فعل مساعد اللي هو الاز هذا يعني هو موجود مطيني اياه سليم خليها اي ار سليمر يضعف عندك الحرف الاخير دبل ام وتصير اي ار هنا عندك ونخلي الذان خلي الاسم الثاني اللي هو ندى هذا يعني هنا جملتك صحيحه معناها الجمله ابنا أبشق من ندى. أريد أسويها بالعكس أبدي بالفات اللي هي أستخدم جملة فات الآن ما أحولها بالعكس يعني نبدي بندى هاي ها ندى ندى وإز أدخلها ندى وإز هي هاي الجملة هذا قاعد أخلي المو الإز الثاني مو الإز الأول لو كان هنا غير فعل مساعد كان خليته إز الفات تصير فاتر أيضا تتكرر الحرف الأخير دبل تي ويصير إي آر هنا أنا عنده إضافة وخلي الذان هنا بخلي الاسم الثاني اللي هو جاي رنا ايش قاعد أسوي أني الفاعل الفعل المساعد طبعا أنا اختار واحدة من ذني الأسماء من جملتين اثنيناتهم بين فاعل وبين فعل مساعد يا أما أخذ هذا الفاعل وفعل مساعد وهاي أضيف له ER وأكمل الجملة خلي الاسم الثاني يا أما لا أخذ هذه والفعل المساعد مالته وأضيف له ER خلينا نجي للجملة الأخيرة اللي هي ندى إسباتر ذان ما نعرف شنو معناها ندى أسمن من رنا بالجملة الأولى لا رنا أبشق اثنيناتهم الحل صحيح أبشق من ندى واثنيناتهم الحل صحيح كان نضيف ER إحنا للجملة سواء هاي الصفة وابدي بها من هنا وخليها وكمل خلي هذا الاسم او سواء هاي الصفه وخليها من هنا لان عندك صفتين وانت بكيفك تريد تحل اياها هو الحل الصحيح هو ما محدد لنا بس كاتب يوز ذان يعني اضيف اي ار يعني انا اخلي اي صفه لو حدد لنا بالامتحان بكلابيه لا انا مجبر اختار يعني لو قال ذان وسلم هنا لا انا مجبور الان احل الاولى لكن بما انه هو
ما حدد لنا، فأنا بكيفي والحل يعني اثنيناتهم صحيحات. نكمل حل التمارين، عندنا النقطة الثامنة Chinese is difficult، نقطة English is easy. Comparative، بما أنه قال comparative يعني يريد من عندي أنا أضيف ER للجملة، وهاي الثامنة نفس السابعة، ممكن أبدي بهاي الصفة أو ممكن أبدي بهاي الصفة، يعني ممكن الفاعل والفعل المساعد وهاي الصفة وخلي الاسم الأول، أو ممكن هذا الفاعل والفعل المساعد وهاي الصفة وخلي الاسم الثاني، واثنيناتهن الحل مالتهن صحيح. خلينا نجي نحلين على ورقة جانبية حتى نعرف شلون. مثل ما قلنا نقدر نبدي بالبداية بهذا الفاعل والفعل المساعد مالته، أو نبدي بهذا الفاعل والفعل المساعد مالته، يعني ممكن اختار هاي الصفة واضيف لها ER، أو ممكن اختار هاي الصفة واضيف لها ER، واثنيناتهن صحيحة. خلينا نبدي بالبداية بالجملة الأولى، يعني التشاينيز اللي هي الصينية، خليني نبدي هنضيفها. طبعا نفس هذا حل، انا طبعا قاعد هذا الاز نفسه ابدا اضيف الديفيكولت اي ار لها، لان هو يقول لي اضيف لها كومباراتيف. طبعا هي اكثر من مقطع، هذا مقطع واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، اذا تاخذ مور مو اي ار، لان اكثر من مقطع عندنا. الصيب تشاينيز از مور، هاي اضفنا لها اي ار راح تصير مور ديفيكولت، لأن أكثر من مقطع. More difficult than، لا ننسى than، than دائما ويا الـ ER تجي صديقتها، وخلي الاسم الثاني، يعني هذا الاسم الأول وهذا الاسم الثاني، راح يتخلى الثاني هنا English، لأن أنا الحل صحيح. أو الحل الآخر اللي هو نبدي من اللغة الإنجليزية، من English، هاي الإنجليش بالبداية هنخليها. فعل مساعد مالتها وين؟ هذا ويا از ما له علاقه بهذا، لان احنا لو كان اكو غير فعل مساعد هم كان خليته از ايزي، خليها اي ار. وين ما اشوف الواي يقلب الى اي، هذه وظيف اي ار يعني ايزير، هذه قلب الواي الى اي ونضيف اي ار، هذا ويا طبعا انا خلينا مور لان باعتبار أكثر من هذا. لا ننسى الذان صديقتها للإي آر اللي دائما تجي وياها، وخلي الاسم الأول هالمرة، لأن يعني بدينا من الثاني، لأن يعني بدينا من الثاني لازم أخلي الاسم الأول اللي هو تشاينيز. هنا أنا يكون حلك صحيح. خلي نترجم النقطتين. هنا أنا تشاينيز is more difficult than English، اللغة الصينية أكثر صعوبة من اللغة الإنجليزية، فعلا هي أصعب لغة بالعالم. النقطة الثانية اللي بدينا من الصف الثانية، English is easier than Chinese، اللغة الإنجليزية أسهل من اللغة الصينية، وفعلا اللغة الإنجليزية وباقي اللغات كلها أسهل من اللغة الصينية، اللغة الإنجليزية أيضا أسهل من الصينية، يعني الحلين صحيحات، وانت بكيفك ممكن تختار الحل اللي يعجبك. طبعا وصلنا النقطة التاسعة عندنا، the night is فراغ than the dawn، عندنا beautiful as beautiful as more beautiful. إذن كلهن الاختيارات هن أكثر من مقطع، beautiful بدون ER وبدون EST، as beautiful، وقلنا هاي يكون الفعل المساعد مالتها منفي، وعندنا more beautiful بس يكون عندنا than، لأن الذان صديقة الـ ER وهي هنا مور، يعني ما جايب الموست هنا. بما أنه حاط لنا ذان بالجملة، إذن الاختيار الصحيح مور بيوتيفول. نقطة العاشرة، number 10، graduation party was the فراغ day of my life، أيضا happy، happier، happiest، يعني حاط الـ ER وحاط الـ EST، طبعا قالب الواي إلى I، وهنا الصفة مجردة حاطها. خلينا نشوف اكو ذان، ما اكو ذان، زين اكو ذا، نعم هاي الذا قبل الفراغ هذه وياها، اذا ام الاي اس تي هو الاختيار الصحيح، لان الذا صديقتهم الاي اس تي. تول حولها الى تولر، جود شاذ تصير بتر، هنا أنا كون واحد حافظ كتابتها بي اي دبل تي اي ار. هيفي هيفيست قلب الواي الى اي وضاف اي اس تي، هيلبفول
حولها نضيف ليكون ايضا اي اس تي مثل المثال. طبعا هذه اكثر من مقطع، وحده اثنين مقطعين، اذا تاخذ بدل ما اي اس تي most helpful. وعيد الصفه طلاب لازم تعيد الصفه، اذا ما تعيد الصفه يكون حلك خطا، لازم تكتبها وتعيد الصفه. رمضان كريم عليكم اجمعين.